مشاهدي قناة شوف تي في، مساء النور عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. اختبرنا مكاتب الحياة والأرض. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة عبر بوابتها الإلكترونية الخاصة بكوفيد 19 تم تسجيل 308 حالات مؤكدة جديدة مصابة بكورونا في المغرب، وعدد المصابين جاوز 15000. شوف تيلي إعلانات وزارة الصحة عن تسجيل 308 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 من اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة المغربية 15000 حالة و79. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول هذا الوباء انتشار فيروس كورونا، أن عدد الحالات يتم ثلاث الشفاء من المرض الآن مرتفع 11000 حالة 467، بعدما تم 330 حالة جديدة للشفاء، واستقر عدد حالات الوفاة عدد حالات الوفاة عند 242 حالة. فبالنسبة لشهداء فيروس كورونا نتمنوا من الله العلي القدير يشافي ويرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة ويرزق الأهل ديالهم. بالنسبة للمؤمنين تمنوا الشفاء العاجل قريب يا رب العالمين. إذ وصل العدد ديال الحالات الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 82000 حالة، أو عفوا 28000 حالة 185. لهذا تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط التدابير الاحترازية لتخطط الخطط المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدي قناة شوف تي في كما شفتوا معنا، هذه هي الحصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل، وهذه آخر حصيلة اللي كانوا وصلوا فيها عدد تسجلت فيها عفوا عدد الإصابات 308 ديال الحالات. نتمنوا السلامة ونتمنوا من الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء، فيما وصلوا لعدد الحالات أو تجاوزوا عدد الحالات 15000، يعني رقم لا يستهان به، لكن ولله الحمد في المقابل كنلقاو أنه كاين 15000 حالة و 177 اللي تشافات بعد ما تم 131 حالة جديدة الشفاء أي اليوم. إذا مشاهدي قناة شوف تي في إلى هنا غنقول لكم أمسية سعيدة، أو هنايا تعليق قريبة، أمسية سعيدة للجميع ومزيد من الحفظ والحضارة والوقاية خير من العيد. نتمنوا الله يلطف ويحفظ الناس ويبقى العدد حتى حنا تنترزقوا الله على هذا الشيء. إذا ما بقى لنا إلا نقول لكم أمسية سعيدة وإلى اللقاء.